السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل الميني أو تايني بترفلاي اللي هي فراشة صغيرة زي ما انتو شايفين. حنعملها أول شي بإبرة كروشيه ستيل مقاس 1.5 ملليمتر. حنحتاج خيط كوتن بارلي لونين، لون للفراشة نفسها ولون لجسم الفراشة، مقص وخرز اذا حابين، وابر عشان نخفي بها الخيوط وندخل بها الخرز. تقريبا هذا كل شيء رح نحتاجه. راح ابدا فراشتي باللون العودي ورح اعمل عقدة البداية. بعد عقدة البداية راح اعمل 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح اعمل دائرة البداية باني اجمع اخر سلسلة انا عملتها مع اول سلسلة انا عملتها بمنزلقة، ورح ارتفع سلسلة لمجرد الارتفاع ما لها اي وجود. بعد كده رح اعمل 8 مجموعات داخل دائرة البداية، وحشتغل على خيط البداية كمان، يعني احطه فوق السلاسل وانا بشتغل اساس اني بعدين اضيق الدائرة بس بمجرد اني اسحب الخيط. المجموعات اللي انا رح اعملها 8، كل مجموعة مكونة من 3 غرز حشو وسلسلتين. اذا رح اعمل داخل الدائرة اول مجموعة مكونة من 3 غرز حشو، 2 3 سلسلتين، شغلي كله داخل دائرة البداية. هذه أول مجموعة أنا عملتها، ثاني مجموعة 3 حشو سلسلتين، ثالث مجموعة 3 حشو سلسلتين، رابع مجموعة 3 سلسلتين، خامس مجموعة 3 سلسلتين، سادس مجموعة 3 سلسلتين، سابع مجموعة 3 سلسلتين. وكل ما حسيت انه الدائرة حقتي تملت حسحب الغرز، حنزلها على تحت عشان يفضالي مكان، وحعمل اخر مجموعة 1 2 3 سلسلتين. كده صار عندي 8 مجموعات. حتى اتأكد، كيف اتأكد انه عندي 8 مجموعات؟ راح اعد الاشياء دي الطالعة اللي هنا اللي هي فراغ السلسلتين اصلا اللي انا راح اشتغل فيها الدور الثاني. هذه 1 2 3 4 5 6 7، والثامن موجود هالابرة. راح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها. بخصوص الناس اللي ما حيعرفوا او ما يقدروا يعرفوا فين لازم يقفلوا، يعملوا اول غرزة حشو يحطوا فيها ماركر. اوكي، كده انا انتهيت من الدور الاول، واقدر اضيق الدائرة بمجرد ما اني اسحب خيط البداية هذا، وبتضيق عندي الدائرة لاني اصلا اشتغلت عليه. انا حاليا ما ابغاها ضيقة، ابغى اشوف الفراغات.
اوكي وحبدأ الدور الثاني. انا قلت لكم الدور الثاني راح نبدأ في فراغات السلسلتين، شايفينها فراغات السلسلتين هذه هي اللي راح اشتغل فيها. انا هنا كيف حنتقل لهنا؟ بمنزلقة، حقفل بمنزلقة في غرزة الحشو الثانية، في غرزة الحشو اللي بعدها في فراغ السلسلتين حعمل على طول غرزة حشو. في نفس الفراغ هذا اللي انا عملت فيه غرزة حشو راح اعمل فيه غرزة عمود بلفة، راح اعمل فيه كمان غرزة عمود بلفتين، وراح اعمل فيه كمان غرزة عمود بلفة، واخر شيء غرزة حشو. اذا في كل فراغ سلسلتين راح اعمل التالي، حعمل غرزة حشو وراح اعمل غرزة عمود بلفة، عمود بلفتين، عمود بلفة وحشو، يعني خمس غرز في كل فراغ سلسلتين. حروح على طول للفراغ الثاني بغرزة حشو وحعمل عمود بلفة عمود بلفتين عمود بلفة غرزة حشو. الفراغ اللي بعده حشو عمود بلفة عمود بلفتين عمود بلفة حشو. الفراغ اللي بعدها حشو عمود بلفة عمود بلفتين عمود بلفة حشو، وحكمل بقية الفراغات كلها. لازم يكون عندي 8 حاجات زي كذا يسموها سكالوب.
أنا كده وصلت للنهاية وعملت آخر مجموعة. راح أقفل بمنزلقة في أول غرزة حشوة أنا عملتها. حرتفع سلسلة للتثبيت، حقص خيطي وحسحب الخيط من السلسلة اللي أنا عملتها. بكده أنا انتهيت، وهذا هو شكل الدائرة. عندي فيها 8 دوائر و8 أشياء زي كده. راح أسحب خيط البداية عشان أضيق الدائرة اللي في النص، وراح أجيب إبرتي وراح أخفي خيط البداية بين الغرز. هذا هو شكلها النهائي. عندي 2 فوق، 2 على كل جنب، و2 تحت. حتني الدائرة من النص زي ما انتم شايفين. كده صارت عندي فراشة. محتاجة بس اني اعمل جسم الفراشة. حجيب لوني الثاني وراح ادبل الخيط، ما راح احتاج كتير، يعني راح اشتغل بفتلتين خيط. راح اعمل عقدة البداية وحجيب نفس ابرتي وحعمل 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. حجيب فراشتي، احط خيط اللي انا بشتغل منه فوق، خيط البداية تحت، خيط اللي انا بشتغل منه فوق، خيط البداية تحت، وحامل دائرة بداية باني اشبك اخر سلسلة انا عملتها مع اول سلسلة بمنزلقة. زي ما انتو شايفين اسحب الخيط راح اعمل عقدة مزدوجة. واشد الخيط قد ما اقدر. اضبط الفراشة.
وهذه هي فراشتي. طبعا اذا ماني حابة اخد خرز حقص عشان اعمل الانتنة حقها، حقص خيط قصير تقريبا قد هذه، واعمل عقدة في كل طرف قبل ما اقص طبعا، وحقص الزايد. بس انا حابة احط الخرز، فراح اجيب ابرتي هجيب الخرز حقي، وانا ححط في كل انتنة 3 خرزات. طبعا هذه ما دخلت، لازم اتأكد انه ابرتي بيمر فيها الخرز. اوكي تاني واحدة، تالت واحدة زي ما انتو شايفين، وراح اعمل عقدة قريبة من الخرز قد ما اقدر بالشكل ده. حجيب الطرف الثاني نفس الشيء، بحامل عقدة قريبة من الخرز. مي حقص وي. هذا هو شكل فراشتي، اتمنى ان يكون المقطع عجبكم وافدتكم. اشوفكم في المقطع الجاي، باي.